ومن الألفاظ التي ذكرت وهو حب الأنصار رضوان الله عليه. من كان مبغضا للأنصار فهو منافق، وآية الإيمان حب الأنصار. فمن كان يحب أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤيديه فهو ناج من النفاق. والمنافق الأول الذي نزلت فيه هذه الآية كره أولئك الذين أحبوا المسلمين وأحبوا المهاجرين، وقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لا عز منها الأذل. فإذا كان الإنسان يكون منافقا بكرهه للأنصار فما قولنا في إنسان يكره الأنصار والمهاجرين معا؟ إذا كانت كراهيته للأنصار سبب نفاقه أو مظهر نفاقه من علامات، وهذا الحديث الصحيح من آيات المنافق ومن علامات المنافق بغضه للأنصار للصحابة الأنصار أهل المدينة. فإذا كان هذا لا يبغض الأنصار فقط وإنما يبغض الأنصار والمهاجرون مهاجرين، ومعروف أن المهاجرين متقدمون في المنزلة والرتبة على الأنصار، فما بالك بهذا الإنسان؟ إنه إنسان متوغل في النفاق. لاحظوا هذا بدأ الحقد من الأنصار، لماذا؟ لأنهم آزروا الإسلام، وما سموا أنصارا إلا لحبهم للإسلام. لو كانوا أوسا وخزرجا كما كانوا في الجاهلية ما أبغضهم. ليش ثم تيجي الأنصار يتروا؟ إيش دير الأنصار؟ باش تسموا أنصار؟ عشان عندك بعض الأنصار؟ شنو الحاجة اللي غاضتك من هذا الأنصار؟ شنو الشيء البارز في الأنصار؟ إن الشيء البارز في الأنصار هو أنهم أيدوا الإسلام ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فبغضوهم لهذا السبب. فكأن هذا الإنسان يقول للأنصار: يا ليتكم أيها الأنصار لم تنصروا محمدا، إنكم بنصرتكم إياه قد عززتم الإسلام وقد نصرتم الدين، فلو أنكم لم تفعلوا لكان شيء الأمر أمر آخر. هكذا يتصور. إذن فهو يكرههم لهذا السبب، وهو بالتالي يكره المهاجرين الذين جاءوا بالإسلام. ولا زال هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يسري في الناس حتى يصل الإنسان إلى كره الأنصار وإلى كراهية المهاجرين، ويتجاوز ذلك إلى استعميم فيكره العرب، ويتجاوز ذلك فيكره اللغة العربية، ويتعصب لإقليميته. إنه ليس إلا إنسانا منافقا مبغض العربية منافق، لأنه كما أبغض الأنصار لأنهم أحبوا هذا الإسلام ونصروه، فهو يبغض العربية لأنها مسؤولة عن هذا الإسلام، لأنها هي التي نقلته وحملته إلى الناس. كثير من الناس يكرهون العربية ولا يحبون لغاتهم لأنها لغاتهم، إنما يحبونها، إنما يكرهون العربية فقط لأنها جاءتهم بالإسلام. وبقاء العربية بقاء للصحوة، بقاء العربية بقاء للإسلام. وأولئكم الذين يقرؤون اللغة العربية في روسيا أو في جهات كثيرة يجدون أن من الواجبهم أن يقرأوا اللغة العربية لأنها سبيلهم إلى معرفة الكتاب والسنة. وأولئك الذين يكتبون الآن عن اللغة العربية وباللغة العربية الفصيحة في الهند وفي باكستان وفي جهات أخرى كلهم متهمون بنفس الجريمة، وهي أنهم يحبون العربية ويريدون للإسلام أن يستمر. فلذلك يأمرهم من يوحي إليهم بهذه الأفكار الضالة أن يقفوا ضد اللغة العربية بدعوى أننا نبحث عن هويتنا. إن هويتنا لم تأخذها اللغة العربية مع الأسف، وليتنا كنا نتحدث اللغة العربية. إن هويتنا تشكو من مزاحمة الفرنسية وتشكو من مزاحمة الإنجليزية، وحينما يأتينا مغن قذر ساقط عفن ونرحب به ونصفق له ونهلل له ونجتمع حوله بلغة لا نفهمها، نعرف كيف أن كم هؤلاء الناس واهمون وكأنهم بعيدون عن حقيقتهم. إنه لم يأتي هذا الفاسد الذي جاء ليغني الناس وليسلب الأموال، ويسكت حينئذ بعض المصلحين الذين دائما يتحدثون عن ضياع الأموال في المساجد، يسكتون لأنهم يحبون الفن الماجن. هذا تأييد للسفلة، تأييد للساقطين، للمنحرفين، للشواذ. إن هذا الإنسان يغني بلغة لا نفهمها ويسلب منا ويمتص منا أموالنا ونرحب به ونستقبله كزعيم عظيم، والناس حينئذ لا يسألون عن الهوية، كأن لغتنا في الأصل هي لغة إنجليزية أو أمريكية أو من هذه اللغات اللقيطة التي ليس لها تاريخ كلغتنا العربية. سكتوا
ما كانش واحد اللي يتكلم. فين تعرفوا انتم هاد اللي غادي يغني لكم وغادي يسبكم كاع في الغناء وكاع غادي يسبكم يقول لكم انتم وحوش؟ وطبعا في قرارة نفسه لابد ان يسبكم، لابد ان يعرف انه يغني لشعب من القردة، لابد ان يغني لشعب هابط ساقط، لابد انه يعرف انه يغني لشعب لا يعرف تاريخه، حتى في الموسيقى لا يعرف تاريخه. وحينئذ يسكت الجميع وتمضي القضية عادية ومسألة تنتهي ويكون بطل من الأبطال من زعيم الزعماء. شوف إنسان لا قيمة له في بلدي هذا، منحرف شاذ ساقط مغضوب عليه، حتى المسيحيين عافوه، المسيحيين ما عجبهمش وإحنا عجبنا، والناس يتلهفون وتصوروا. بعدهم قال لك خصنا نتبدلوا سميتنا كاع، نسميو حنا بنت قال خصها تسمى جاكسون غزة تاهي تسمي. شوف ما كان بنادم خشب كان قبالته محطوط خاوي، ما فيه والو، ما عنده لا قيمه ولا يحمل رساله ولا فكره ولا يا عشي انت لان جاكم واحد سقط وغادي يولي وغادي تسمع واش يكون، غادي يرجع ويدير الفانتوزي ينسف الاموال ديال الناس ويمشي يخرج بها ويمشي يروح، والناس غادي يصفقوا له ياخذوا من دمائهم ومن اعراضهم ومن اموالهم. اذا قلت حب بغض الانصار وبغض المهاجرين وبغض العرب الذين حملوا هذه الرسالة وبغض اللغة العربية، كل ذلك من علامات النفاق، والمسلم يفيده وينفعه عقله ليستدل بشيء على شيء. من المؤشرات العظيمة أيضا، وهذا الأخير ولكن ربما يتسع له يطول في الحديث قليلا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق، كل منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وهذه معلمة بارزة وسمة واضحة في شخصية المنافقين. المنافقون لهم تجارة يروجونها، ولهم أسلوب المداهنة واللعب، فلذلك يعتمدون أكثر ما يعتمدون على لباقة اللسان وتخير الألفاظ وتخير المصطلحات من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم بطريقة خاصة. هؤلاء المنافقون كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسنون الحديث ويحسنون الدفاع عن أنفسهم ويحسنون تلبيس الحق بالباطل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. إذن وصف دقيق لشخصية المنافق في حالة السلم والحرب، يعوقون يمنعون الناس من التحرك. لماذا لا تتحركوا؟ ابقوا في بيوتكم. معوقون، قائلون يقول لإخوانهم هلم إلينا اجلسوا لا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوموا لا تجاهدوا لا تبذلوا قول الأرض. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه منها، فيهم خوف شديد أن يدعوا إلى الحرب. فإذا ذهب الخوف وقام المسلمون بواجبهم وجاء وقت الرخاء عادوا إلى المسلمين فيما بعد برؤوس عالية وبألسنة حادة. سلقوكم، شوف الاستعمال، بألسنة حداد ماضية هدراء. نعم سيدي كي تقول نعم سيدي تمدك صافي. منافق بشأنه أنه مؤدب، ما يكونش خشين، ما يمكنش يكون جماعة خشين هو منافق، يكون عنده كاع الفاظ الادب عنده كل ولكن وهذا اسلوب يساعدهم على العمل، خصوصا حينما لا تكون الامه متفطنه. ويمكن المنافق يدير اي شيء، المنافق يدير اي شيء، وفي الازمنه اللي يكون تدين الناس بسطاء يفعل. حتى بعضهم كان في بعض الحالات ياخذ ثوما، بعض المنافقين ياخذ الثوم ويربطه هنا في الليل، يدير واحد العصابه وربطه هنا ويزير، والصباح يترك له واحد الاثر هنايا
يدير واحد الدبره كحله الناس يشوفوه يقول هذا من الساجدين الركعين، هو غير ديال التوم. هذه كانت موجوده ما كانت معروفه بالتاريخ، مع التاريخ لانه وقعت في هذا ان احدهم وضع ثوما وربطه على راسه لكنه في الليل استدار فانحرف الثوم الى الجانب فقام في الصباح فراى الناس اثر الثوم، عرفوا اثر الثوم في الجانب، قالوا ما شنو فلان شق عليك انت واش تجد بالمقلوب؟ قالوا لا هذا من الذين يعبدون الله على حرف. معروف. ومثل هذا يمكن ان ياتي باشياء، المنافق يمكن ان ياتي، يمكن يبكي، وكثير من المنافقين ايضا يبكون ويقطعون وتقشعون وكل شيء، ذاك هو اسلوب للنصب والاحتيال والمكر ولتعرف احوال المسلمين. ذاك من يبكي، القارئ الذي كان عند بعض الفقهاء قارئ يعظ الناس بمصحف او بكتاب يقرا لهم، فوعظهم وعظا شديدا وصار الجميع يبكي وبكوا كثيرا، لكنه لما بحث بعد ذلك عن المصحف وجد ان مصحفه قد سرق. قال كلكم يبكي ولكن مصحفي قد سرق، كلكم يبكي ولكن مصحفي قد سرق، البكاء هو هذاك ولكن مصحف مش كاين شيء. معناها هذه علامات تدل على هذه الشخصيه. قلت ان وصف الرسول صلى الله عليه وسلم دقيق للمنافقين بان، ووصف القران كذلك، بان لهم ذربه وقدره على التمويه وعلى التزيين وعلى تصوير الباطل على انه حق وتصوير الحق على انه باطل. لذلك اخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ومنافق عليم اللسان. هذاك المنافق اللي درم غير هكا هذاك في الساعه تفضح، ولكن المنافق الان اصبح عليم اللسان. ليش الان المنافق العصري الان اصبح عليم اللسان واصبح يستعمل جميع الوسائل، واصبح مضطرا الى ان يساير العصر من قبل. كان احد المنافقين في 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 مع المسلمين يبدا وتهجم على الاسلام، اسلام كذا، افراز طبقي كذا كذا، دين فيهم شعب ما بقاش دين فيهم. يقول من الان واحد ما كافر مفضي مع راسه ما كاين شي حاجه فيه، يقول بر الناس يتكلموا تو يتكلم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام. هذيك بسم الله الرحمن الرحيم تعرفوا ما قالها الا في ديك اللحظه، ما عمره ما يقولها هو لا في الماكله ولا في الشراب ولا، ولكن يجبر الناس مسلم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم تعطي الناس اطمئنان بان السيد راه من، وربما يجيب واحد الايات يلقطهم، غالبا تكون عوجي استشهاد عوجي يسجلهم الداخل ويحتج بهم. وقال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ينعس عباد الله. اذن هذا منافق عليم اللسان، يعلم بان الامه الاسلاميه امه لها تدين وانها يجب ان لا تمس في هذا الجانب، ويجب ان يدور اليها من جانب اخر. ولذلك يقول احد المارقين من الدين كنا في مدينه كذا او كنا ذهبنا الى موسكو وادركتنا صلاه العصر فصلينا في كذا، انا والرفيق هذه موجوده في صليتنا انا والرفيق الفلاني في كذا، واخذنا وذهبنا الى المكان ووجدنا المصحف وقرانا فيه، ووجدنا المصاحف في مسجد وما شاف لا مصحف ولا قرا، تمشي تدور على المصحف في موسكو المصحف خليته قدامك وجدك انت حتى تماك. لكن هذه الاشياء تخلط وتلبس على الناس، وضعفاء العقول تنطلي عليهم هذه الحيل. هؤلاء المنافقون ايها الاخوه لهم علم بالان، لان مهنتهم تقتضي ذلك، بطرق التجهيل على الامه وطرق تغفيل استغفال هذه الامه. والان اصبحت هناك مراكز لدراسه هذه الاستراتيجيات، اي اصبح المنافقون يستفيدون من الاساليب النفسيه واساليب الخطاب الجماهيري واساليب كثيره من اجل تمرير هذه الاقوال الفاسده. الناس